السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة الطبيب الأسناني. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعد الساعة العاشرة. موعد الساعة العاشرة أيضا. الساعة الآن 9:30، الباقي نصف ساعة. بارك الله فيكم، أحسنتم.